يا بائع الصبر لا تشفق على الشاري، فدرهم الصبر يسوى 1000 دينار. لا شيء كالصبر يشفي جرح صاحبه، ولا حوى مثله حانوت عطار. هذا الذي تخمد الأحزان جرعته، كبارد الماء يطفي حدة النار، ويحفظ القلب باق في سلامته حتى يبدل إعسار بإيسار. إن السلامة كنز كل خردلة منه تقوم من مال بقنطار. حوادث الدهر تجري في البلاد على مراتب الناس مقدارا بمقدار. إن الرياح تصيب النخل تقصفه، وليس تقصف غصن الشيح والغار. هب أنك الشمس في الأفلاك طالعة، هل تسلم الشمس من كسف وأكدار؟ والشمس في برجها شمس ولو كسفت، فلا يحط علاها كسف أنوار. للدهر يوم علينا لا يدوم، كما يوم لنا لم يدم في حكمه الجار. لا يلبث الغصن عريانا بلا ثمر، حتى تراه بأوراق وأثمار. سيفتح الله بابا ليس تعرفه، ومنهجا غير ملحوظ بأبصار. إذا قطعنا رجاء النفس من فرج، فإننا قد قطعنا رحمة الباري.